اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. نرحب بكم في رابع حلقاتنا من برنامج المسابقات الرمضاني حيث الانسان. نحن على موعد اذا مع قصه انسانيه وزاويه جديده نطرق فيها بابا لحياه الانسان اليمني ونكشف جزءا من معاناته. اذا ثلاث جوائز بانتظاركم هذا المساء، مقدار كل جائزه 100,000 ريال. سعداء بلقائكم في رحاب الشهر الكريم. كانت حلقتنا الثانية بعنوان مناطق معزولة وحياة دون طبيب، والتي فاز فيها كل من الفائز الأول حياة عادل محمد علي المطري من صنعاء، والفائز الثاني محمد رفيق أحمد علي حويس من إب، والفائز الثالث عبد الله سفيان الشرفي من تعز. مبروك للفائزين بجائزة الحلقة الثانية وكل الفائزين بالحلقات القادمة. مشاهدينا، تردنا اتصالات على هاتف البرنامج وتردنا أيضا رسائل نصية وأسئلة وإجابات وكلمات ونصوص. وأود أن أعيد التذكير بأن هذا هو الواتساب، يعمل بخاصية الرد الآلي، وبالتالي نرجو عدم إرسال أسمائكم أو أي حروف غير رقم الإجابة الصحيحة فقط والأرقام الفائزة. سيتم التواصل مع أصحابها لمعرفة أسمائهم وعناوينهم من أجل تحويل مبلغ الجائزة، لأن نظام استقبال الإجابات آلي لا يتعرف على الأحرف والكلمات، وبالتالي لا يتم احتساب الإجابة ضمن الإجابات المرشحة للدخول في السحب. مشاهدينا، وقت استقبال مشاركاتكم يستمر حتى الساعة 5 من عصر اليوم الثاني. نتمنى لكم الفوز بأحدى جوائز المسابقة، ومجددا أهلا بكم. أذكر بأن حلقة أمس كانت بعنوان صندوق من ورق، والتي ذهبت إلى مدينة إب وكشفت جانبا من قصة إنسانية لأم فارس التي تعكس بدورها واقع المرأة في اليمن. قصة اليوم هي الأخرى، لا تبتعد كثيرا عن نفس الزاوية. الليلة سنستعرض معكم أرقام الفائزين بالحلقة الثالثة من صندوق من ورق، ونتشارك معكم في قصة جديدة ومسابقة وثلاث جوائز جديدة قيمة كل جائزة منها 100,000 ريال. نتمنى لكم الفوز مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، في حلقتنا هذه الليلة سنذهب حيث الإنسان، إلى مجتمع يبذل من أجل جلب الماء جل وقته وجهده وحياته. قيل أن الماء هو من يكتب تاريخ الشعوب، فماذا كتب الماء من تاريخ بلدة شهدت أعظم السدود وأزهى الحضارات؟ إنها مأرب نعود إليها من بوابة الماء. مشاهدينا، حيث تخوض المرأة الماربية في منطقة معشر المغيبة عن الدولة وخدماتها معركة بقاء في جلب الماء. نتابع تفاصيل قصة معشر رحلة البحث عن الماء، وكيف حاول برنامج حيث الإنسان تخفيف قسوة الحياة ومعاناة نساء تلك المنطقة. قبل 200 عام قررت أسرة صغيرة البقاء هنا وإقامة أول بيت من أحجار الجبل البعيد، ثم أحاطته المنازل الأخرى وتبعهم ساكنون جدد، ولم يعودوا وحدهم على هذه المرتفعات. منذ ذلك التاريخ تعيش عشرات الأسر في منطقة معشرة التابعة لمحافظة مأرب، وتواجه المعاناة التي واجهها ساكن أول دار أقيم هنا. إحنا في معشرة نحتاج للماء، وفي مناطق محرومة من الماء، نبغى ننزعها من الأبيار، ونعاني من الصعوبات. فيه من يروحوا في الأبيار بسبب المعاناة. يتوزع السكان على مقربة من الآبار التي يتم حفرها بطريقة بدائية، ويحدد الماء أسلوب حياتهم وأولوياتهم. Thank you.
نقوم الصباح نسرح نعاني الماء قبل كل شيء من همه، نسرح نعانيه نصير نقدح الصباح نرجع نعاني مهرنا في البيت، ان الدواب ما تروينا شيء، حين مغر في دباب نسير ونجي ونسير ونجي طول اليوم، معنا بنات صغار ودي ما في البيت الا واحده، ما لا تسرح تعاني نفسها، هي من نفسها تسرح تعاني تقدح تسير وتجي وتسير وتجي، لا ما يجي الظهر الا وقد هي تبغى تعاني الغداء وهي في شغل الماء، ما عاد تنجد امور هذه في البيت. عاد لا عندنا مثل ما ضيف مثل ما يعني ليش كود، احنا في الماء شغل في الماء من الصباح ما من غير نتغدى وروحنا نعاني الماء. تحمل ايادي النساء والفتيات اثار حبال يسحبنها طوال اليوم. تعيش إشراك وزرعة في ذاكرة كل من جاء إلى هنا أو سمع بما حدث لهما. ذهبت الفتاتان إلى جلب الماء لكنهما لم تعودا إلى البيت، تم العثور على جسديهما داخل البئر. أتت الطفلتان إلى الحياة في عام واحد وسقطت كل واحدة منهما في تاريخ مختلف. يوم من الأيام صارت بنت صغيرة وصلت أمها وتروح في البير لما ماتت، وهو من صعوبة الماء والنزيع وحالة عندنا ما يوم ماشي مشاريع عندنا. تلك كانت من أقسى أيام المنطقة النائية وأصعب ذكرياتها. تدور أيضا الأحاديث حول حوادث أخرى لانزلاق الباحثين عن الماء ونجاتهم في اللحظات الأخيرة، وقد كانت أول ما سمعنا حين وصلنا. ومن لم تتوقف قلوبهم عن النبض توقفوا عن التعليم. معظم الفتيات لا يستطعن إكمال فصل دراسي واحد. في مركز مدينة مأرب لم يسمع كثيراً عن معشرة ولا عن قصص صغار لا يعودون إلى أسرهم. 160 كيلو متراً كفيلة بجعل النسيان حاضراً، ومن هنا أيضاً علينا أن نبدأ في إزالة أثار الحبال عن أيدي أهالي المنطقة البعيدة، وأن نحضر ما تحتاجه رحلة ماء بلا مخاطرة. الطريق طويل ويزيد عن 3 ساعات على متن سيارة تقطع ممرات وعرة وتسير وسط قيعان وأودية. الوصول ضروري لحيث الإنسان لإيقاف الخوف الذي يبدأ مع خروج كل طفل لجلب الماء ولا يتوقف بعودته، فلا بد أن يكرر الرحلة غدا.
أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. مطلب يسير أن يشعروا بالأمان في طريقهم، وحين يقفون في أماكن يمكنها بين لحظة وأخرى أن تكون آخر ما يرونه في حياتهم، الحياة التي تساوي الماء على أرض نادرة المطر. تحل مشكلة أولاً دالحين على درجة درجة، يحلنا المشكلة والبعدها للبيت. إحنا دالحين حينكم مسينه للبركة، قد إحنا وين متجملين لكم، لكن عاده لما يصل للبيت عاده احسن. وعد المشروع عندنا وين انه مغير، قد حين احنا ماشي قد احنا متحمدين الله. بعد 20 عقدا من إقامة أول بيت هنا، توقفت الأيادي لأول مرة عن جر الحبال. إذن مشاهدينا، كانت هذه قصتنا لهذه الليلة بعنوان معشرة، رحلة البحث عن الماء. المرأة في هذه المناطق تقضي جل أيامها في جلب الماء. في هذه المناطق التي تقوم فيها المرأة بأعباء الحياة والأسرة فيما يذهب الرجل للحرب، المرأة هنا العنصر الأشد ضعفاً والأكثر جلداً ومعاناة. المرأة التي لم تستكن لتحارب هي الأخرى، وجل حلمها أن تحظى بمشروع مياه يكفيها عناء جلبه. مشاهدينا الكرام، بالتأكيد تابعتم القصة لتجيبوا عن سؤالها لهذه الليلة، وسؤال الحلقة الرابعة سيظهر معنا الآن على الشاشة، والسؤال يقول: كم تبعد منطقة معشرة عن مركز مدينة مأرب؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 160 كيلومتر، الاختيار الثاني 150 كيلومتر، الاختيار الثالث 100 كيلومتر. وتذكير بالسؤال حلقة اليوم والسؤال على الشاشة: كم تبعد منطقة معشرة عن مركز مدينة مأرب؟ الاختيارات الثلاثة: الاختيار الأول 160 كيلومتر، الاختيار الثاني 150 كيلومتر، الاختيار الثالث 100 كيلومتر. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا سؤال حلقة الليلة، بإمكانكم المشاركة معنا في هذا السؤال والفوز بثلاث جوائز مالية، قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة، إما 1 أو 2 أو 3، فقط رقم الإجابة الصحيحة. وصلنا معكم الآن إلى لحظة إعلان الفائزين بجائزة أو بجوائز سؤال الأمس الحلقة الثالثة، والتي كانت بعنوان صندوق من ورق. أيضا 3 فائزين سنقوم باختيارهم بشكل عشوائي من إجمالي كل من شارك معنا والتزم بشروط ومعايير المسابقة، وهي فقط إرسال رقم الإجابة الصحيحة. وصلتنا الكثير من الرسائل لكن لم تدخل كلها معنا في السحب، لأن الكثير لم يلتزموا بشروط المسابقة وأرسلوا الكثير من الكلام والتساؤلات والحروف والأرقام. فقط من أرسل رقم الإجابة الصحيحة هو من دخل معنا في السحب، وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث. المشروع الذي تم تنفيذه لأم فارس كان محل فلافل، وكل من أجاب
برقم 3 دخل معنا في السحب على الجائزة ولديه فرصة للفوز بجائزة من 3 جوائز وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. الآن سنقوم باختيار الفائز الأول معنا عن سؤال الأمس وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. بسم الله نختار أول فائز. إذن مبروك، مبروك للفائز صاحب الرقم الظاهر على الشاشة والرقم 00967 مفتاح اليمن طبعا 714030367. إذن مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة وهو الفائز الأول معنا في حلقة اليوم بناء على سؤال الأمس وفاز معنا ب 100,000 ريال يمني. الآن سنختار الفائز الثاني وأيضا الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك وألف مبروك للفائز صاحب الرقم الظاهر على الشاشة والرقم 00967 7746942258. مبروك للفائز 100,000 ريال يمني. حتى الآن اخترنا فائزين والأرقام هي يمنية، بالتأكيد نذكر بأن المسابقة مخصصة للأرقام اليمنية لمن هم من أهلنا في الداخل. هذه المسابقة والجوائز اليومية مخصصة لهذه الأرقام حتى نتيح الفرصة أكثر لهم ونعتذر ممن هم في خارج البلاد ولديهم أرقام غير يمنية. طيب الآن نختار الفائز الثالث وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني وهو أجاب بشكل صحيح وأرسل فقط رقم الإجابة الصحيحة التي كانت لسؤال أمس رقم 3. مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر معنا على الشاشة 00967 7123322322. إذن مبروك لصاحب الرقم أيضا 100,000 ريال. أكرر التبريك للفائزين الثلاثة معنا بالثلاث الجوائز المالية اليومية، يوميا معنا 3 جوائز مالية قيمة كل جائزة 100,000 ريال. وكما تتابعون يوميا نجري معكم السحب بشكل عشوائي من خلال البرنامج في نهاية كل حلقة ونتعرف على الفائزين الثلاثة أرقامهم، سنتم التواصل معهم لاحقا بعد الحلقة من قبل طاقم البرنامج لنتعرف على أسمائهم وعناوينهم ومن أي محافظات وإرسال المبالغ المالية إليهم. في حلقة الأمس تواصلنا مع الفائزين معنا بالحلقة الثانية وذكرنا اسمهم في بداية الحلقة طبعا، وسنذيع من خلال صفحة القناة على وسائل التواصل الاجتماعي عملية التواصل مع الفائزين بسؤال الحلقة الثانية، ويوميا أيضا سنكون معكم على تواصل بالفائزين معنا والتعرف عليهم وعرضهم من خلال شاشة بلقيس وأيضا وسائل التواصل الخاصة بالقناة. مشاهدينا الكرام الآن نتابع معا على الشاشة وتذكير مرة أخير بأرقام الفائزين الثلاثة معنا بسؤال حلقة الأمس، والأرقام الظاهرة هي معكم الآن على الشاشة وهذه هي أرقام الفائزين الثلاثة معنا في حلقة بسؤال الأمس. إذن مشاهدينا هذه كانت أرقام الفائزين معنا بسؤال الأمس، بإمكانكم الفوز معنا في سؤال اليوم والجوائز 3 جوائز قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. وأذكركم بالسؤال للمشاركة والفوز معنا بهذه الجوائز، السؤال الحلقة اليوم كان يقول كم تبعد منطقة معشرة عن مركز مدينة مأرب؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 160 كيلومتر، الاختيار الثاني 150 كيلومتر، الاختيار الثالث 100 كيلومتر. مشاهدينا بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا والفوز بالجواز من خلال الإجابة الصحيحة على السؤال، فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة على رقم الواتساب. في الختام أذكركم بإمكانية مشاهدة هذه الحلقة من خلال الإعادة ومن خلال مواقع قناة بلقيس على وسائل التواصل الاجتماعي. صوم مقبول وذنب مغفور، وأتمنى الفوز لكل المشاهدين. شكرا لكم، نلقاكم في الغد وقصة جديدة في حيث الإنسان. نصنع للأمل مكان.
نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.